أخبار اليوم. عايزين نعرف استعداداتكم كانت عامله ازاي لمولد النبي. والله استعداداتنا كانت صعبه جدا في البدايه خوفا من غلو الاسعار والخامات والمكسرات، فالحمد لله رب العالمين يعني ابتدينا ناخد الخطوه واحده واحده ووصلنا الاسعار لنفس اسعار السنه اللي فاتت بالظبط. طب الخامات هي بتاعت التصنيع ولا قلت عشان غلاء الاسعار؟ لا طبعا الخام لازم يفضل زي ما هو، غلاء الاسعار ملوش علاقه بالخام اللي بيتحط في قطعه الحلاوه عشان القطعه تطلع نفس المنتج ونفس المستوى بتاع السنه اللي فاتت. انت صاحبه المحل؟ انا صاحبته. قلنا الحق لسه في عرايس حلاوه ولسه بتتصنع ولسه موجوده؟ موجوده. هتصنع ليه؟ بتصنع فين؟ بتصنعها فين؟ متصنعين عندنا في المعمل. طب لسه عليها نسبه اقبال وناس تشتري العروسه الحلاوه لسه؟ امال ايه؟ اشتريت حلاوه المودة لسه؟ اشتريتها الحمد لله. ليه؟ واحلى احلى حلاوه السنه دي للاولاد وبتاع، لازم ياخدوا مش لازم ياكلوا؟ شو العرايس الصغيره دي؟ هي دي بتاعت زمان دي المعروفه. معروفه يعني. خلاص العرايس البلاستيك بس. لا 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 لازم نشتريها دي. طيب ايه رايك في الاسعار بتاعت حلاوه المولد السنه؟ غاليه جدا وانا مش هشتري والله العظيم. انا نفسي الحكومه تشوف رقابه على العالم دول في غلو الاسعار، يا اما بطاقه التموين مثلا زي ما بيدعموا العيش الفينو والحاجات دي، يدعموا لنا برضه في حكايه حلاوه المولد، ان احنا برضه غلابه ومعناش فلوس. الناس الغلابه دي تعمل ايه؟ حلاوه المولد السنه؟ لا لسه. يعني هي الاسعار مناطق فيها غاليه شويه، ومناطق جايه من باب البحر في اسعار كويسه، العلبه ب 20 جنيه وهنا برضو كويس باب الشعريه العلبه ب 25 جنيه، مش غاليه قوي غير وسط البلد بتعتبر غاليه. فرح الزمان اليوم حان الموعد وعادت لنا ذكرى، عادت لنا ذكرى، عادت لنا ذكرى، وعاد الموعد وأطل نجم وأطل قمر، في مثل هذا اليوم جاء محمد. صلى على محمد صلى الله عليه وسلم. بنتيها يعني ما اقدرش اقول لكل البلد هنا بتبقى فرحانه قد ايه، هو يعني بيبقى حدث جامد جدا بالنسبه لنا. في الاسعار السنه هي اسعار، في اسعار متقاربه وفي اسعار عاليه، يعني في اسعار زي بتاعت السنه اللي فاتت وفي اسعار عاليه. يعني في تغيير في الاشكال بتاعت العرايس والحلويات السنه دي؟ في تغيير، في تغيير في الحلويات كتير. ايه رايك النهارده في اسعار حلويات مولد النبي؟ لا كويسه الحمد لله، الاسعار مناسبه يعني كويسه وحلوه يعني. جبت حلاوه مولد النبي؟ ايه رايك فيها؟ حلوه. المحل ده حلو. بتحبي اكتر حاجه في الحلويات؟ الملبن. والعروسه ما جبتهاش؟ لا لسه جبت. تعالى يا وش بطه، تعالى من تعالى. انت مش عايز تتكلم اصلا. طب يلا اقول لك حصان. حصان طيبين. جبت الحصان؟ لسه هجيبه ان شاء الله. اكتر حاجه في الحلويات ايه؟ اللحمه والفوليه. اسمك ايه؟ ضحى. قولي يا ضحى، جبت العروسه؟ ايه رايك في عروسه السنه دي؟ حلوه؟ اكلتي حلويات ايه السنه دي؟ اكلت الحاجات. ايه الحاجات؟ اكتر حاجه بتحبيها يعني؟ الضميه. كل سنة طيبين. النهارده نازلين تشتروا حلويات مولد النبي؟ متعودين كل سنه على كده. ولا هي مدبسات؟ يعني لا لا. طب قولوا لنا الاسعار عامله ايه السنه دي؟ لا حلوه، سنه جميله. بجد؟ ولا انت عشان انت بس عشان ما يزعلش؟ احنا بنجيب مننا على طول الاسعار حلوه. لا والله جميله، الاسعار هنا حلوه. السيد الرئيس عبد الفتاح وبنقول له كل سنه وانت طيب وربنا يخليك ويديك طول العمر وكلنا بنحييك.